إحنا نعتقد أن النظام العبادات تحتاج إلى طاقة، يعني تحتاج إلى قوة باطنية. هذه القوة الباطنية منو يعطيها؟ القرآن مهم جدا في هذا البعد، الأدعية مهمة جدا في هذا البعد، الصلوات اليومية مهمة جدا في هذا البعد، كلها تعطي طاقة. أما إحدى القضايا المهمة اللي تعطي للمؤمنين على مر التاريخ هذه الطاقة القوية الهائلة قضايا كربلاء، الحر بأي طاقة وبأي قدرة عظيمة تمكن أن يختار هذا الاختيار؟ هذه الطاقة الهائلة التي كانت عند شهداء كربلاء، هذه على مر التاريخ تعطي للمؤمنين، ما أقول في اليوم الأول، كل مرة تذهبون فيها إلى منبر، كل مرة تقرؤون فيها كتاب، هذه القدرة قد تظهر في جبهات القتال بذاك المظهر، قد تظهر في صاحب الجواهر عندما يقعد 25 عام أو أكثر أو أقل ويؤلف الجواهر، هي نفس الروحية، هذا جوهر الإرادة واحد ولكن مظاهرها مختلفة. المنبع المهم أو إحدى المنابع المهمة الإمام الحسين وأصحابه الأوفياء صلوات الله عليهم أجمعين.